اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده دايما من ولا اطيب. اليوم 1 ايار، واكيد 1 ايار يعني عيد العمال. بدي عيد كل العمال بلبنان وبالدول العربيه وبدول العالم اجمع، ان شاء الله بينعاد عليهم بالصحه والعافيه والبركه والبحبوحه، وبتمنى انه السنين الجايه ياخذوا حقوقهم كما يجب. انا بدوري كمان بدي اوجه تحيه لفريق عمل موجود معنا بولا اطيب، بنعاد عليهم وخاصه عم بيتعبوا معنا كثير. واليوم رح يكون في عنا بفقره ريبورتاج مشوار كثير حلو لمنطقه عبرين بالشمال. هالمنطقه الحلوه كثير، يعني فعلا طلعنا ما إلنا قلب كنا نتركها، وتحيه لكل شخص موجود بمنطقه عبرين. خلينا نروح نشوف شو هو الريبورتاج ونرجع نحن وياكم. شايف بدي اسالك على الكنافه. بدك تسالي كيف ناكل الكنافه؟ لا ما بعرفش كيف ناكلها. هلا في ناس بيعملوا طريقه عجينه المعمول وبنشفوها وبيرجعوا بيطحنوها، بس ما بتزبط مزبوط. فرك الكنافه لها طريقه خاصه، بس هلا نحن جبنا الفرك خالص. في محلات عم بيها، في بالسوبر ماركت، شغل الشركات يعني عديده موجوده. اكيد بدنا نسقيها شويه سمنه، دائما نفركها بالسمنه وشويه مزهر وما ورد على الخفيف، ومنمدها بجاط او بصدر، صدر كبير، من بعد ما نكون دهنينه ونحن سمنه، بنمد تقريبا بمعدل 2 سم، بس كثير مهم انه ما تنحرق، نار خفيفه وتقليب مستمر بواسطه اليد من كل الجهات. بس تدوب الجبنه بحطوا سميد، بس تروح الجبنه بحطوا لها شوي زحليب لترخي معهم شوي، بيرجعوا بيسكبوها فوق الفرك وبفوتوها على الفرن. بس فوت على الفرن الجبنه بتاخذ مطرحها، بترجع تنطب وتتسقى قطر. في مرات وقت ناكل الكنافه بنحس القطر في طعم طيب كثير. طعم طيب كثير للي هي بحطوا مرات سمن حموي بقلب القطر. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دائما بحلقه جديده من ولا اطيب. نحن اليوم بعبرين من كنيسه مارشالفيل، وخاصه هالستات الحلوين موجودين معنا، حابين يتعلموا كيف بدنا نعمل جاتو براونيز. اكيد الصبايا متشوقين والستات كمان، والشيف فيكتور باهيم رح يرفقنا اليوم تيعطينا وصفه البراونيز كما يجب، والوصفه اليوم رح تكون عندنا مميزه، رح تكون بطريقه الله. شيف فيكتور اهلا وسهلا فيك، كمان مرحب بكل الصبايا والستات. نحن كثير مبسوطين وموجودين عندكم بعبرين. فعلا مثل ما بقول المثل الانجليزي فيلينج ات هوم، يعني نحن حاسين حالنا كانه بالبيت. ففرحتنا كثير كبيره، وخاصه بهالوجوه الحلوه وبهالمعامله وبهالاستقبال. قال له فعلا وجه البشوش بجيب لك السقف. نحن اليوم شو رح نبلش شيف فيكتور؟ بما انه عندنا البراونيز هي جربوها بالبيت كثير طيبه. هيدي البراونيز هي تعتبر لايت، يعني لو كالوري، يعني الاشخاص اللي عم يعملوا دايت بيقدروا ياكلوا منها، اللي عندهم مشاكل صحيه، بس اكيد اللي عنده مشاكل صحيه باستشاره طبيب، مش نحن نعطي الاستشاره. لايت يعني لو كالوري، اذا واحد عم بحافظ على الوزن او عشية بيقدر يستعملها، بس اكيد بكميه. اكيد عندنا نص كيلو طحين حاطينهم هون، 500 جرام من الطحين، 200 جرام من الكاكاو، 200 جرام كاكاو خلطناه هون، وحطينا فوقهم البيكنج باودر، شي ملعقه كبيره ملعقه كبيره بيكنج باودر، تقريبا بحدود 30 جرام. عندنا 400 جرام لبن، لبن عادي قريب، وعندنا الفركتوز اللي هو استبدلناه بالسكر، عندنا 400 جرام. هلا رح نستعمل الزلال، ما رح نستعمل الصفار، لانه كل الصفار اللي هو كل الفات بالصفار، الزلال ما فيه كثير، على علمي بيقولوا انه ما فيه كالوري. اوكي، واكيد رح نستعمل زيت نباتي. طيب شاف فيكتور عم يسالوا الصبايا انه وين بيجيبوا الفركتوز، لانه الفركتوز موجود بالماركت اكيد. هيدا سكر من الفواكه، يعني يستبدل بدل السكر. هيدا الكيس فينا نستعمل سكر عادي، بس بدنا ندوبل الكميه، بدنا نزيد الكميه، لانه الفركتوز هو معمول من الفواكه، حلاوته بتكون اكثر،
يعني اذا بنحط ملعقه سكر لفنجان القهوه بدنا نحط لها نص ملعقه. هلا حطينا هون نحن اللبن والسكر، رح نحط فوق منهم الزلال. هون لكن نحن مثل ما شايفين مشاهدينا عم نستعمل الزلال. نحن ضفنا اللبن. اللبن قد ايه حطينا كميه اللبن؟ 400 جرام. كم بيضه؟ 20 بيضه، 20 زلال. 20 زلال تفرق اللبن قديش في الكميه عم تقيده؟ لكن عم نكسر البيض، والبيض دائما ما يتغسل لانه مسامه بفوت لجوا. كثير من الاول فينا حطوا المواد هيك اوليه نطفوه نمسحوا مسح. برافو. بخطوه شي 5 دقائق لياخذوا بعضهم، يعني طريقه سهله جدا. بينخفى اللبن والسكر، يذوب نتفه الفركتوز، يذوب نتفه مع الزلال. اوكي خلينا نحط الزيت سقطهم. بنحط هلا فوق الطحين والكاكاو ايه بس دي على ياخذوا بعضهم هودي. فيكي بس انه المكنه اريح يعني وبدها نسفه وقت. هلا هيدي الكميه حسب هول الصواني. هلا بنشوف لازم تنحط بالصينيه بس ما لازم تكون كثير سميكه، اكثر من 3 سم. بنحطها بالفرن تنفش شوي. بهالوقت رح نقص ورقه على كعب الصينيه، هيك بصير عندكم فكرة كيف منقص الورقة. هذا نوع الورق كويسون، هذا بفوت على الفرن. فينا نحط الورقة هيك على كعب الصينية وبقفل السكينة، بس هيدي زاويتها مش كتير مضبوطة الصينية. الصينية هيدي كعبها مبروم، هيديك الثانية بكون كعبها شوي زاوية بتصنعكم الورقة أسرع. هلا فينا ندهن زيت ونرش رشة طحين لحتى نرجع نقلبه، بس الأفضل إنه ورقة ما بتلزق. ماشي لنا إياها شيف فيكتور اليوم. ماشي. شلنا قصينا. أوكي. هيدي بابيي كويسون بيقولوا لها، بتحط على الفرن. اوكي بس انتم فيكم تستعملوا ورقه تكون شوي سميكه، ورقه ساندويتش تحطوا ورقتين فوق بعضهم. اوكي ايه فيكم تستعملوها. هلا هيدي صارت على كعب الصينيه. بس لا لا لكن عم نضيف الكاكاو والبيكنج باودر والكاكاو. لك شو خف العدد ترك بيست كلنا مرتاح. انا مسكر نحن في الليل. في ناس صايمة بتروح. اوكي مشي الحال. اوكي هلا الجوز فينا نحط قد ما بدنا، يعني كمية الجوز كل شيء نحن بنزيده على الروسات، يعني جوز لوز كل شيء بالروسات. هيدا بيكون في نسبة معينة بس فيكم تزيدوا وتكتروا قد ما بدكم، غير الزلال والزيت وهالاشياء. فيك احني هون؟ لا فينا نحطهم حب. فينا نكسرهم، فينا نعملهم بالشوك، بس انا بحب احطهم حب لانه بحب الجوز. حبة كاملة. ايه فينا نكسرهم شوي. ايه افضل شوي بنحطهم معهم بنكسرهم شوي. تكرم عينك. هو الجوز ما بده حرارة كثير لي. ايه وبقوية منيح، فيك تزيدي قد ما بدك كمان. لا ما هو انه كل شيء انه واحد هو عم ياكل يطلع له على اللي جوزي يا بيهلو. طريقتها كثير سهلة. سهلة جدا. بدنا نحركها شوي من تحت لأنه في كثير أشياء بتكون مش لاحقها من تحت. كثير سهلة. لا لانه اللبن وزل كميه الرخو. اوكي هلا بنعتمد على الفرن انه يمشيها. بعتقد ثانيه واحده بس. 180 هي معدلة بدها تشد بالفرن مثل الجاتو، بس دائما بنشوف الفرن يمكن يكون 180. اذا ال 180 عندكم يمكن
مش هيك ولا ترميت الساعة ده. لا ما بده نص ساعة، بده تقريبا بيطلعوا سنتين او لا ولا نحطهم في الثانية. خلي وحدة، خلي وحدة. لا ما هي ما بتفوت بالفرن هونيك، كيف بدنا نحطها؟ خلص هي كلهم كلهم، خلي بتطلع سميكة احسن. رح نفوتها على الفرن تقريبا هلا، هيدي الثانية سميكة بس هي بدها بين 18 و 22 دقيقة على حرارة 180 درجة. دائما الفرن اللي عندكم انتم بتعرفوا فيه اكثر منا، نحن يمكن ال 180 تكون عندكم على 7 او 8 ما بعرف شو الارقام، بس بالمبدا حراره معتدله هي 180 بين 18 و 22 دقيقه. الجاتو العادي بده يكون 180 اذا جينواز اللي عم نحكي بده 50 دقيقه مينيموم بالفرن. اوكي ما بيأثر اذا فتحنا الفرن وسكرناه، بس مهم يكون بالفرن حرارته منيحه. سماكة مش لازم تكون أكثر من 3 سنتي. البراونيز هلا هيدي أسمك شوي بتطلع أعلى شوي، أعلى شوي بس هي إنه لا إيه. شيف فيكتور نحن بنشكرك، ميرسي كنيسة مار شربي بعبرين. يعني فعلا مشوار حلو كان كثير اليوم، انبسطنا وشكرا على الضيافة الحلوة اللي كرمتونا فيها. نحن كثير فخورين فيكم وزيارتنا تشريفكم يعني كثير كان غالي علينا، وان شاء الله كمان بنشوفكم قريبا. اذا نحن ما شفناكم انتم بتشوفونا يوميا، شوفونا على وقت تجي على الولا اطيب. ولا اطيب من بعد الفاصل، مستمرون معكم مشاهدينا. وشكر لسيدات عبرين وشبيبه عبرين، وخاصه كمان شكر خاص لليال زميلتنا للي اتاحت لنا الفرصه وساعدتنا حتى نجتمع بالجروب الحلو، وشكرا على كل التحضيرات اللي صارت وعلى الخدمه الحلوه، عن جديد كمان تشكروا. وكمان بدنا نرحب اليوم بمحمود خليل الكاوي الشيف البيستري العربي، ونقول لك ينعاد عليك وعليك يا رب ان شاء الله بفضل البال عيد العمال اليوم، ينعاد على كمان موصفين عندك ان شاء الله، ينعاد عليك وللجميع يا رب. ونحن كثير مبسوطين فيك اليوم. اليوم نحن بدنا منك وصفة العوامات والمشبك على طلب من عبرين، سيدات عبرين كثير انه خلص النهار ما عمل ريبورتاج، رح نعمل لكم حلقه مميزه خاصه مع الشيف محمود. بسلموا عليك كثير على فوا، يا ريت قريب منهم بس انت بعيد عنهم شوي، مش مشكله رح نكون هلا قريب عليهم بالتلفزيون. بدنا نعطيهم المشبك والعمات والعوامات. خلينا نشوف المكونات ونرجع نحن وياكم. مكونات المشبك 300 جرام طحين، 300 جرام نشا بودرة، 10 جرامين خميرة، 400 جرام ماء، زيت للقلي، صبغة حمراء خاصة للمشبع. أما مكونات القطر 500 جرام سكر، 200 جرام ماء، 10 جرامين عصير حامض، وماء الورد رشي، وماء الزهر رشي. شيف محمود لكن المشبك هلا اكيد الستات والصبايا ناطرين، حضروا الورق ايدوا المكونات مزبوط. نحن بدنا نعطيه هالطريقه حتى يعملوه لانه هذا طلب خاص على راسي نحن و منطقه عبرين. عبرين شو بدنا نبلش هلا؟ نحن بلش مشبك. يلا بدنا نشبك. نحن هون شو بيكون عندنا؟ عندنا طحينات. طحين اول شيء بس تحط لك فوق بيدينا. يلا بنروح نعمل فوق كده. هيدا كف وهيدا كف ثاني قد ما بدك في كفوف هون. لكن نحن رح نقوم هلا بتحضير طريقة المشبك مع الشيف محمود خليل الكاوي. هلا هي الطحين عندنا. اوكي لكن هون نحن الطحين والنشا، وهي النشا فوق بعضهم. لكن الكمية قد بعد نحن نتمشى فيها. والخميرة، والخميرة هي الخميرة. اوكي نخلطهم شوي مع بعضهم. بنخلط لكن الطحين والنشا والخميرة مع بعضهم. هلا نضيف مي، نضيف مي تدريجيا ليصيروا هدول ما بدهم ماشيين مكانها، ليصيروا رخوين يعني مثل تربطوا اسمك شوي. نعم ما
هون لكن عم نضيف المي معروف تدريجيا واسطة اليدين حتى يصير في عنا اهم شيء ما يكبتلو معنا مشان بس بنصبهم من يطلع شكله مزبوط هون لكن بالمصاب تبعنا ما يسكر معهم جماعة عندهم مصاب بده يحطوا بالقمع بالقمع طبعا قمع البيت يعني قمع البيت تبع الزيت صفي في الزيت عظيم. يمشي حالهم بيتو تي بتصير يعني حلو هون لكن بواسطة اليد دعكم منيح الدعك جيد جدا هون لكن شوية مي شيف يلا هون لكن دعك حتى يخطوا بعض البعض هيدي عجينة المشبك هلا لكن عجينة المشبك هلا مثل ما بيعمل شيف محمود تحريك من كل جهات اهم شيء ما يكبتلو يعني بس لما معنا العجين تقريبا يعني خلص صار جاهز صار جاهز ما فيها كبتيل اهم شيء الكبتيل ما يصير فيها كبتيل اذا في صار فيها كبتيل فينا نصفيها بالمصفايه الخشنه فينا نصفيها بالمصفايه الخشنه او بنعملها بواسطه الهند بلندر اذا شيء كمان هيك صارت عجينه مشبه عظيم لكن مضطر لترتاح شوي اكيد الخميره تقريبا قديش بدها تترتاح بدها تقريبا حسب ما يكون حاطين خميره بدها تقريبا شو 10 دقائق او ربع ساعه بنحطها على جنب بنخمرها بنحطها على جنب حلو بكون نحن عم نحضر الزيت ليحمى والقطرات ونحن اكيد حضرنا قبل بعد حاول منا شغلنا تقريب شغلنا تفضل شوف محمود هون وعندنا العجينه اللي ريحناها هلا هيدي هلا هيدي سويناها هلا هيدي عجينه ريحناها المشبك عظيم وهون نحن كمان عنا تصير بالطريقه هيدي الخميره بتلعب دورها هلا هيدي بالاستوديو خمرت كمان زياده معنا هلا بس نحن بنعدلها في حال خمرت زياده معنا شو العمل؟ حنأرجيهم ها نحط لها شوي زودي من يلي مش خمرانين عدلناها حلو لكن في حال خمرت معنا كثير بنزيد لها عجينه جاهزه بعد ما عمول جديد صارت جاهزه هذه كانت هلا كانت لهون هيك صارت قبل عظيم هلا في عنا القمع 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 هونيك موجود هيدا القمع هون هيدا هو بيكون مفقود من هون يعني مفتوحه من هون هذا خصوصي واذا شيء بيستعملوا القمع تبع البيت تبع الزيت بس بتكون بس بوسطه صغيره بالطريقه هيدي هيك لكن بدي انتبهوا كمان لايديهم مشان الزيت اوكي هون لكن حمل الزيت لازم يكون زيت حامي لازم يكون زيت حامي طبعا حمل الزيت تقريبا شايف بالطريقه بنبرمها اوكي نسكرها بهالطريقه نقول شوي زيت فوالا طريقتها كثير حلوه اهم شيء انتبهوا ايدين للزيت اهم شيء الزيت الزيت ما ينتبهوا لانه الزيت يعني بيكون حامي هلا احنا هيدي بيضه شيك شيك هلا حنسوي شيء غيره ولا بكفي هلا معنا وقت ولا خلاص حلو مهم هاي خلصت هلا اوكي هيدا منها وين بدنا منها الصبغه بنحط لها الصبغه صبغه خاصه هيدي صبغه خاصه للمشبك وهي القطر القطر بعيد عنا شوي ماشي الحال اوكي نقصها بالقطر الفاتر او البارد فاتر فاتر صار عندنا هلا وهي مشبك الابيض لكن من الزيت بدنا ننتبه اهم شيء هيدي هي خطورتنا ايه هيدي ابيض صارت اوكي هاي الابيض هلا هيدي رشلها ملح كمان بيطلع كثير طيبه مثل البطاطا بتصير حلو لكن اذا في حال رشينا لها ملح كمان بتصير كمان بطاطا كثير طيبه بنستعملها على الملتين غطسناها اوكي بدنا نغطسها قديش تقريبا كل هالنسمات تنتهي قديش بدنا تقريبا؟ ما في على سيعه الساعه لا سيعه الساعه بتشرب هلا هو قطر شوي معنا برد شوي اساس انه طلعنا بالريبورتاج بالريبورتاج كان لازم كله يشرب جبنا اياه شيف نصفهم على الزيت شيف وهي المصفايه فيك تحطهم لمعنا بحبوا قطر الزياده كمان فيهم يشربوها عظيم في على الزيت بس شايف بدنا نسوي بعد لا لا خلص هالطريقه هالطريقه الحلوه حطه هون هيك هلا اذا بدك تعملهم كعند مصره اوكي نعملهم هيك بعد رسمه واحده تشوفوا المشاهدين
لكن الزيت لازم يكون حامي. نجي نعبيها شوي مشان تعطي ضغط. اكيد ضغط. لكن هون نحن بهالطريقة حلو الزيت حامي وبهالطريقة. اهم شيء الزيت يا شيف، مشان هيك بسموها مشبك. مشبك انه مشبك تشبيكي. اهم شيء الزيت يا شيف، انتبهوا عليهم لانه الزيت خطير. اكيد هون قلبناها. لكن نحن مشاهدينا بهالوقت شيف محمود عم بقلل مشبك، اكيد رح يغطس قسم بالتلوينه والقسم الثاني رح يخليه لون ابيض ويرجع يسقطه بالقطر ومن ثم بالمصفايه. خلينا نروح لفاصل اعلاني صغير ونرجع معكم، انطرونا. ولا اطيب من بعد الفاصل كمان، ومستمرون مع ضيفنا الشيف محمود خليل عكاوي. اهلا وسهلا فيك. انا فيك يا شيف. كله تمام؟ كله تمام. الحاج خليل كيفه؟ بسلم عليك والله. سلمنا عليك كثير امان. كثير امان سلمنا عليه. وهلا نحن حنبلش بالعوامات، خلينا نشوف طريقه العوامات ونرجع نحن وياكم. مكونات عوامات: 500 جرام طحين، 100 جرام نشا بودره، 10 جرامات خميره، ماء حسب الحاجة، وزيت للقلي. أما مكونات القطر: 500 جرام سكر، 200 جرام ماء، 10 جرامات عصير حامض، مورد رشي، وماء زهر رشي. لكن شيف محمود نحن هلا حمينا الزيت، زدنا الزيت، كميه زيت العوامات اكثر من المشبك لازم. نعم. واكيد نحن هون جهزنا طحين. طحين ونشا مع بعضهم. طحين ونشا مع بعضهم اكيد. نحطهم هون. ورح نضيف له نحن الماء. الطحينات. والخميره. ندعكم شوي تاخذوا بعضهم بعض. نزيد شوية مي. هون كمان. هي تقريبا كنا عم نعجن خبز. هلا اكيد السيدات بعبرين عم بيسجلوا وعم بيركزوا مزبوط حتى يتعلموا الطريقه، لانه في كثير ستات وقت كنا موجودين عندهم سالونا على الطريقه. بس شوف فهيك ريبورتاج كثير حلو. فينا نزعل هيدا عجبك ريبورتاج محمود؟ ما فينا نزعل هيدا يا عبرين، خاصه السيدات. سلامة عينهم شعب كريم، شعب حبوب، استقبلنا هيك من طيبه قلبه واستضافنا بقلب مفتوح. اكيد كمان بنوجه له شكر مره ثانيه وبنعدهم بزياره قريبا كمان ان شاء الله. بدنا ندعك شوي لكمان حتى تنعم. كل ما نعمل كل ما كانت احسن. وانا بتشكرك شيف محمود، بتشكرك مخرجنا على الكيف الطيبه اللي جبت لنا اياها اليوم. الله يخليه ما عملنا الشيف بس مشان لانه عيد العمال اليوم، شيف محمود حب هيك يفاجئ المصفين كلهم الشباب الموجودين معنا بصدر كنافه هالشكل. تنولناه قبل الحلقه، بنشكرك يعني وباسمنا بس مخرج. صحتين وهنا وينعاد عليهم جميعا وعلى جميع اللبنانيين عمال لبنانيين يا رب. البحبوحه مثل ما بتقول يا شيف انت. دائما البحبوحه كثير حلوه. تقريبا هلا هيك صارت عندنا جاهزه. بتعمل سعاده البحبوحه اكيد. هي تقريبا خلص تقريبا معنا. اوكي لازم تكون سميكه شوي، اسمك من المشبك. نعم طبعا بدها ترتاح وتندعكش زياده مش مشان بس كل شيء في كباتيه بعد العجين تروح من عندنا. عظيم. نحن عاجنين معنا اوكي هالكميه، صارت معنا هالكميه. اوكي لكن عوامات نحن بنركز انه لازم تكون اسمك من المشبك طبعا بهالطريقه حتى تنكمش يعني مثل طريقه العجين شوي. نعم. هلا احنا بدنا ملعقه. بدنا ملعقه. هي ملعقه وهي الزيت عندنا. وهي الزيت اوكي. هي الزيت عندنا هون. ماشي بدي اغزونا ما نستعمل ايدينا مش الكفوف معنا ما مش لان الكفوف بيزحط معنا. لا لا طبيعي كله اكيد. هي طلعت شيك صارت شيف. اوكي لكن بواضي باسط اليد بكون اكيد مغسلين ومعقمين اكيد مزبوط. لا شك ان في شيء ما بدنا نستعمله على اساس انه هي اليوم بتزحط. طبيعي نحن بنقدر هالشيء. ايه يعني هذه اهم لان كمشتها اهم شيء كمشتها شيف. هالطريقه لكن تطلع بالطاق بالقاطع عندنا ما بيمشي معنا. طبيعي في لها مكانات طبعا يعني. اوكي بس اكيد بالبيوت ما في مكانات لازم تعمل بالطريقه المضبوطه يعني مش هيك. اوكي بس طلع قوم لوطينا اذا عندنا زيت اهم شيء الزيت لكن بهالطريقه. اوكي اهم شيء دايما بالزيت يعني بس حطوه قوي شوي النار قوي بس لا ما بدنا تقوي خلص يعني ما بدنا الزيت قد ما بدنا نكبر بنكبر قد ما بدك تكبر حبه كبيره صغيره قد ما بدنا نكبر نحن بنعملها قالب يعني ايدنا القالب
ايوه ليك شو طالعه حلوه واخذي بعض على بعض بالطريقه دي معصا هيك يكون الملعب متلين زيت مشان تلات زيت مع البداينا هون حلو هالعمومات اكيد يعني هالعمومات اللي عمرها سنين طويله كان جدودنا يعيدوا فيها بالمعيدات يعني اكيد حلو شو هالشكل الحلو وهيك في حال لقينا مثلا حمية بنعبيها بعد بنشيله بنحطه على جنب بنرجع بنساوي فوق منهم من اول بدايه اول بيكون زيت حامي لكن القطر لازم يكون فاتير هنسقطهم عظيم هيك اخذوا فكره المشاهدين اوكي خلاص شكرا لك شيف محمود ونحن اكيد رح نسقطهم اكيد بالقطر. من طبعا بالطريقه بال مثل هيدي او الثانيه هيدي هون بنحركهم منيح لكن شيف محمود نحن نسبه لضيق الوقت رح نفرجي للمشاهدين اوكي اكيد نحن هيدا القطر رح نسقطهم اكيد لا شك نفس الشيء وهون المشبك اللي جهزناه قبل بوقت نحن العوامات اللي عم بيعملهم الشيف محمود بصيروا بهالطريقه بنسكبهم اكيد قديش بضلوا بالقطر تقريبا كمان شيء تقريبا القطر هدول بده تقريبا شو 10 دقائق حتى لتشرب الحبه من جوا 10 دقائق لكن بالقطر منقوعين لتشرب كل الحبه لتشرب اوكي من جوا تعبي ما قطر يعمل عظيم لكن اخذوا اللون الاسمر القافي مثل ما شافوا المشاهدين شيف محمود نحن بنتشكرك نحن بنتشكر وينعاد على الجميع كمان جميع العمال المشاهدين وينعاد عليكم عن جديد بفضاوه البال واكيد بكره بحلقه جديده بهالشكل الف صحتين والى اللقاء